السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواننا المتابعين أخواننا المشاهدين. اليوم الفيديو عن كيفية حماية جهاز سبلت أنه ما يفصل خلال فترة الذروة الحار مع انخفاض الكهرباء. أكو طريقة راح نعلم لكم إياها وإن شاء الله تنجحوا وياكم السبلت بعد ما يفصل. بعد أول خطوة لازم تلاحظون أما تخلي السبلت في مكان بيظل أو تخلي له غطاء اي طريقة كانت تقدر ترتبها مظلة خشبة تشينكو تسوي لها مظلة تحمي من حرارة الشمس لان الجهاز من يكون بالشمس درجة حرارة الشمس حوالي 65 الى 70 درجة مئوية في حين درجة حرارة الظل هي 50. هذه اول نقطة. النقطة الثانية تحاول هسه راح نقترب تسمع تلاحظون الفان اذا تلاحظوها تشتغل راح اصير افضل نروح نسمع صوت الكمبريسر هل جهاز الكمبريسر عفوا الوحدة الخارجية الكمبريسر يشتغل ولا فاصل. طبعا الافضل انه ما تخلي جهاز حماية للسبلت او الكنتوري جهاز الكنتوري او السبلت ما يفضل تخليه جهاز حماية لان جهاز الحماية يخربط شغلنا راح يتأخر 3 دقائق الى 5 دقائق يلا ينهض السبلت انه بس سبلت الكارت مبرمج انه 3 دقائق يلا يشتغل الضغط فهذا تأخير وقت ربطه مباشر ما عليه شيء. الكارت مال السبلت بيه حماية 3 دقائق تأخير الى ان ينهض الضغط تنتظر 3 دقائق وتذهب تشوف الضغط جاي يشتغل ولا الضغط ما يشتغل. اذا الضغط ما يشتغل غالبا اكو مشاكل بالكونديسر ممكن. هذه مو قضيتنا. اشتغل الضغط 5 دقائق فصل شو تسوي؟ تروح الى اكو ذني البواري الاثنين بالقطعة الخارجية تذهب الى البوري السميك. لاحظ هذا البوري السميك اخوان هذا رفيع او هذا السميك. السميك تشوف المفروض بارد تلاحظون هذا قطرات المية عليه هذا بارد كل ما يصير بارد كل ما الضغط يكون معرض للتبريد لان تبريد الضغط يكون عن طريق الراجع. الراجع اذا ما طوله بارد الضغط ما عليه شيء يبقى مبرد ويستمر بالعمل لانه اغلب الاحيان الفصل مال السبلت يكون بسبب اغلب الاحيان فصل السبلت او فصل الضغط يكون بسبب انه ماكو الا تبريد. فالتبريد الضغط دائما يكون من الخط الراجع فخط الراجع دائما نحاول نخليه بارد. شلون نخليه بارد؟ عن طريق تقليل سرعة الفان بالوحدة الداخلية. الوحدة الداخلية لا تخلي الفان على أكثر شيء نصيحة خاصة فترة الذروة الظهيرة دائما قلل سرعة الفان خليها على أقل سرعة على مود لا يسحب الحرارة كلها من الأنابيب أو من الغاز في سبيل يرجع غاز بارد إلى الضغط لأن الضغط تبريده عن طريق الراجع فقط. زين ممكن طريقة ثانية تساعد انه الضغط ما يفصل فترة الظهيرة ممكن عن طريق غسل الوحدة الخارجية. بالتأكيد لازم تغسلها الوحدة الخارجية. طبعا الوحدة الخارجية لازم تنغسل سواء كانت فوق السطح سواء كانت في الارض سواء معلقة بالحائط لازم تغسل الريش مال الزعانف مال الراديتر هذه ترش عليها مي صوندة او سطل او دولتة اي شيء بريك تنغسل هذا الجزء الخلفي هم ينغسل هذا الجزء ينغسل بمي. طبعا اذا بصوندة يفضل انه تخليها براحتها لا تزرق خاصة اذا الجهاز مشتغل لا تزرق بالقوة على الراديتر لان الفان راح تسحب المي ممكن يصير لك مشاكل بالفان اخاف البولبرين ممكن يقوم او البوشه تقوم
فبراحته خليه المي تغسل الراديتر او تبرده. غسلناه وسوينا كل هاي الامور وبعدها القضيه مستمره يفصل الضغط. ممكن اذا عندك امكانيه تخلي فت صنده رفيعه مع المغذي مثلا هنا هذا الجزء ثبتها هنا بترتيب معين تنقط مي تنقيط مي هنا على هذا الجزء مو على هذا الجزء لا مو على هذا الجزء لان هذا الجزء الفان ممكن تسحب المي عليها ويسوينا مشاكل بالمستقبل. احنا نريد نحافظ على جهازنا اطول فترة ممكنة. هذا من هذا الجزء تخلي لك صندة رفيعة تقطر مي بحيث المي ينزل براحته يبرد الرادياتر. هذه بعض النصائح ذكرت لكم اياها، ارجو انه تستفادون منها وتنجح وياكم. واللي تنجح وياه طريقة بس لانه يقلل الفان مع الوحدة الداخلية يذكر لي بالتعليقات. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة اذا كنت ما مشترك. الى اللقاء.